أنا مندهشة للغاية من استثمارات الصين في المجال البيئي والتي تغطي مجموعة واسعة. هذا النوع من قوة القيادة مفيد جدا في التواصل، لأننا نحتاج إلى اهتمام دول العالم بالبيئة والاستثمار في هذا المجال، والصين تستثمر حقا في المجال البيئي، وهذا الأمر مهم جدا. تعتبر روزان الأمين العام لهيئة البيئة في أبو ظبي واحدة من المتحدثين الرئيسيين في القمة العالمية للمحيطات والتي تركز على البيئة الأيكولوجية طويلة الأجل، فإن حماية البيئة أمر حاسم للتنمية المستدامة للاقتصاد. إن الصداقة بين الصين والإمارات العربية المتحدة عميقة للغاية، وهناك تعاون في مجال البيئة والطاقة. إن حل الصين للمشاكل البيئية يستحق التعلم. هناك مجال آخر نراقبه عن كثب في الإمارات، وهو كيف حلت الصين مشاكل تلوث الهواء التي تعاني منها الإمارات أيضا. وعلى الرغم من الظروف البيئية المختلفة، إلا أننا نعاني جميعا من مشكلة تلوث الغبار، وتخفف الصين هذه المشكلة من خلال القوانين والسياسات، وهذا ما نريد حقا أن نتعلمه منها.